الأخير لأجل شوية حرية للشعب السوري، لأجل شوية حرية طلبها الشعب السوري من هالظلالة، لأنه هذا أصغر حق من حقوق الشعب السوري أنه يطلب شوية حرية. هاي حريته، شايفينها يا عرب؟ هاي هو حريته. العرب اللي هم برمان هذول، شوف العشائر، شوف هالأطفال، هاي هالأطفال، هاي شو ذنبها تموت بصواريخ القاتل المدمرة؟ شاد على البرمان. هاي حرية بشار الأسد يا عرب. انظرم هاي هدايا إيران وروسيا للشعب السوري. هاي وقتل مين؟ قتلت هالأطفال. هاي إيران تجيب تبع 60 ألف إن شاء الله مدن قريبة بجاه الرسول محمد. عمكم بشار بعت لكم هدية، روحوا استرزقوا بيها، اشتروا بيها حل. بشار شو عم يسوي؟ يلا حبايبي يلا روحهم، هذا الشعب السوري ان شاء الله كاتب عليه. من يومنا نحن اهل الكرامه، احنا اهل الشموخ، اهل العروبه. يجي ساقط من وراء ايران يزنا، من وراء روسيا يزنا، احنا الشعب السوري باذن الله ما ننزل. احنا اهل الكرامه باذن الله، نحن اهل الكرامه. هذول عبادين علي، نحن عبادين الله عز وجل. هذول الايرانيين